يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: تزوجت والحمد لله إني سكنت قريب من بيت أهلي، وزوجي كان يحبني ويخدم أهلي كثير. طبعا أهلي كانوا يحبون وفرحانين إن لهم زوج لبنتهم، ما كان يرفض لبنتهم ولا لهم أي طلب. أخوي الكبير توظف وبنى بيت صغير جنب بيت أهلي، كانت فرحتنا الأكبر لما قرر إنه يتزوج، لأنه دايما كنا نتمنى إنه يعيش مرتاح مع زوجة جمال وأدب، لأن أخوي الكبير هو اللي ربانا رغم وجود أبوي، لكن كان بمثابة الأب الثاني لنا. المهم خطبنا لوحدة من معارف أبوي، وكان الرجال هذا شيخ معروف بالأخلاق والهيبة بين الكل، وكان عنده بنات ما شاء الله تبارك الله عليهم، وكنا نتمنى إنهم يوافقون على أخونا. والحمد لله يا رب تمت الموافقة على الخطبة، والشعور بالفرح كان مالي البيت بشكل ما يوصف. كنا دايما نتفاخر بخطبة أخوي من بنت الشيخ الكبير ومن بنته الجميلة والمحترمة، كانت تسلم على أمي وأبوي وتبوس يدهم وراسهم، وكانت تحترم الكل سواء كبير أو حتى صغير، وكان لها أسلوب في التعامل جدا لطيف، وكل من شافها كان يحبها، وكانت تطبخ ألذ الأكلات لأهلي، وغير كذا كانت خدومة بشكل ما هو طبيعي، تهتم بأخوي وهو مرتاح معاها. مرت الأيام وكان كل أهلي وأهل زوجي وجيراني وحتى معارفنا يمدحون فيها بتواضعها وجمالها وأدبها وأخلاقها، واستمر الحال ألين دخل الشيطان وبدأ يلعب في عقلي، وبدأت الغيرة تشتعل فيني، وما مرت سنة على زواجها إلا وكرهت أمي وأبوي فيها. طول وقتي كنت أكرههم فيها، وكنت أحاول بكل اللي أقدر عليه إني أشوفها متحطمة وحزينة، وفعلا نجحت بهذا الشيء. بدأوا أمي وأبوي يبعدون عنها وغيروا تعاملهم معها، وصاروا يعاملونها بقسوة وبرود، وحتى أخواني وأخواتي كلنا تغيرنا عليها. كانت هي جدا هادية، لكن كنا نشوف الحزن في عيونها، وإحنا كنا فرحانين بهذا الشيء. وكل ما زارنا أحد على طول يبدأون يسألون عنها: وينها زوجة أخوكم؟ ليه ما عاد تجي مثل الأول؟ كنت أقول لهم هي راعية مشاكل وما تبي تجي على بيتنا، شوهت سمعتها عند الكل، وكل هدفي إنه ما يشوفها أحد. كنت أغار منها بشكل خيالي، ورغم إنها كانت تشوف معاملتنا القاسية والباردة معاها، لكنها ما كانت تتكلم أو حتى تشتكي، كان طبعها إنها ساكتة طول الوقت. وحتى أخوي اللي كنا نحبه ونحترمه صرنا نكرهه ولا يهمنا وضعه أو حتى حياته. مرت السنوات وحنا على هذا الوضع، وأنا كنت فرحانة إني قدرت أقهرها، وكنت دايما أتفاخر قدامها إني مرتاحة مع زوجي ومع أهلي، وكنت أقصد إني أقهرها، لكن كانت تبين لي إنه هالشي ما يهمها. رزقها الله بولد وبعدها جابت كمان ولد، لكن حتى عيال أخوي ظلمناهم مع إنهم أطفال وما لهم أي ذنب. كنت أكرههم وأقارن بعيالي وأشوف إن عيال أخوي ما شاء الله عليهم كانوا جمال وأدب، وكانت أمهم تهتم فيهم من ناحية كل شيء، وهذا ما كان يزيدني إلا حقد وقهر منها. حتى لما كانت تمرض هي أو حتى أحد من عيال أخوي، ما في أحد مننا كان يروح يزورها. كنت قدامها دايما أتفاخر بعيالي إنهم متفوقين بدراستهم مقارنة بعيالها، وكنت على طول قدامها إني المنتصرة عليها وإني حققت كل اللي أبيه فيها أنا وأهلي. لما كنا نشوفها كأننا قاعدين نشوف شيطان من كثر الحقد عليها، وما كنا نطيق حتى إن نلمحها، وكانت هي على طول هادية وصابرة، وكانت تتنازل وتتجنب إنها تختلط فينا حتى ما نسبب لها مشاكل أكثر. ودايما أقول عنها متكبرة وراعية مشاكل وما تجي عند أهلي أبدا، وبكل شيء ممكن إنه يشوه سمعتها. ألين جاء اليوم اللي كنت ما أتخيله في حياتي أبدا، لكنه كان في أغلى شيء في حياتي، كان في فرحة عمري وولدي الكبير. كان رايح للتكريم في حفل المتفوقين في المدرسة، وصار عليه حادث وجاني الخبر وكأن روحي طلعت من مكانها. رحت وشفته وكان في إصابة في راسه، ما تم كثير في المستشفى وتوفى، وفقدت فرحة عمري. والكل كان يواسيني، وزوجة أخوي كانت أقرب لي من خواتي وكانت تبكي معي وتصبرني. مرت سنة على وفاة ولدي وجت المصيبة الثانية، ولدي الصغير جت عليه فترة وتعب، وبعد الفحوصات والأشعة اكتشفوا أنه عنده ورم في راسه، والعلاج رح ياخذ وقت ورح يكون صعب. كنت أكلم زوجي على الجوال وأخبره بهالشي، وهو كان في دوامه وطلع منه عشان يجيني، وأنا كنت قاعدة أنتظره. دخل المستشفى وكان متوفي لأنه كان مسرع في السيارة وانقلبت فيه وتوفى. ما راح أوصف لكم كيف انهارت حياتي وكيف إني تدمرت، وقلت ليت ربي أخذني وارتحت. وقتها قلت أبي زوجة أخوي وما أبي أشوف أحد غيرها. جت عندي وهي قاعدة تبكي على حالتي، قلت لها
أنا ظلمتك وأنتي ما كنتي تتكلمين أبدا، ما كنتي تاخذين حقك بيدك. قالت أنا كنت أشكي أمري لربي، صبرت وقلت يا رب إني ضعيفة ومظلومة، يا رب إنك تاخذ حقي، وما كنت أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وقتها انهارت وصرخت عليها، قلت لها ليتك ما سكتي، ليتك كنتي تجين وتاخذين حقك وتسوين فيني اللي تبين. عرفت بعدها إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وما يترك الظالم أبدا، والظلم عواقبه كبيرة. يا ليت جازاني في نفسي وفي حياتي، ولا جازاني في أغلى ما أملك. انتبهوا من الظلم، لأن ربي ما يترك حق مظلوم أبدا. وبكذا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.